مساء الخير يا باشمهندسين، معكم مهندس ابراهيم سعد، حاصل على شهاده بروفيشنال انجينيرنج في الفاير بروتكشن، حاصل على شهاده سيرتيفايد فاير بروتكشن سبيشالست من ال NFPA. النهارده هكلمكم على موضوع مهم جدا، هو ازاي احدد الفلو دوماند او كميه الميه اللي انا محتاجها للستاند باي. اول حاجه نعرف ايه الكود اللي هو بيحكمني او مين اللي بيكلمني على التصميمات الديزاين والانستليشن. الستاند بايب هو ال NFPA 14، ده اللي مسؤول عن تحديد معظم الحسابات لي او الحسابات كلها للستاند بايب. قبل ما ادخل على الستاند بايب فلوريد او فلود وان، هنا هتكلم على بعض التعريفات المهمة اللي هتفيدني في الفلو دوماند. أول تعريف هو الستاند باي بلس، اللي هو أنواع الستاند باي أو تقسيمات الستاند باي أو تصنيفات الستاند باي. تصنيفات الستاند باي بتصنف حسب قطر الفالف اللي بيغذيه الستاند باي أو اللي بيغذيه الصاعد، وليس نوع الصندوق أو نوع الخرطوم. يعني الصاعد لما بيغذي فالفات قطرها 2.5 بوصة، ده بيسمى صاعد من نوع كلاس 1. أما الصاعد كلاس 2 ده صاعد بيغذي مجموعة محابس بتبقى بوصة أو بوصة ونص كقطر. أما كلاس 3 ده بيغذي صاعد بيغذي مجموعة محابس بتكون مع بعضيها قطرها بيبقى 2.5 1.5. طيب تاني تعريف هو انواع الستاند بايب. الستاند بايب عندي نوعين، لي عندي فيرتيكال ستاند بايب وهوريزونتال ستاند بايب. ايه الفرق بينهم؟ الفيرتيكال ستاند بايب ده صاعد بيغذي مجموعه من المحابس، المحابس دي بتكون عادتها في كل دور واحد. يعني انا لو عندي مبنى سكني والمبنى السكني ده عندي صاعد تغذيه ليه المحابس، وعندي في كل دور عندي محبس واحد 2.5، في الحالة دي بيسمى صاعد اسمه vertical stand by. النوع الثاني الهوريزونتال stand by هو الصاعد اللي بيغذي مجموعة من المحابس عددها 2 أو أكتر في نفس الدور. يعني نفس المبنى، أو يعني مثلا لو عندي نفس المبنى السكن ده، مبنى السكن الصاعد ده مش بيغذي بقى محبس واحد، لا بيغذي محبسين او اكتر في نفس الدور، في الحاله دي هيسمى هوريزونتال ستاند باي. طيب اول حاجه احنا هنحسب الفلو دوماند لكلاس 1 وكلاس 3. هناخدها نحسب الفلو دوماند حسب ال NFPA 14 كستبس، هناخدها على ثلاث مراحل. اول مرحله او اول خطوه هو ان انا عندي مبنى بالمنظر ده، تمام، فانا بروح احدد الموست ريموت ستاند باي او ابعد ستاند باي. ابعد ستاند باي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لنقطه التغذيه او اللي بيغذي الميه، اللي هو سواء نقطه البلديه او الفاير بامب. بالنسبه لي ده الزيرو بالنسبه لي، وانا بروح للموست ريموت ستاند باي. فلما اروح للمستر ريموت ستاند باي زي الصوره دي اللي عندنا او زي السكتش اللي عندي ده، فبروح عشان احدد كميه الفلوريت بشوف نوع الستاند باي سواء فيرتيكال ستاند باي او هوريزونتال ستاند باي. زي الصوره اللي عندنا دي او السكتش عندنا اللي عندي ده، الستاند باي ده بيغذي محبس واحد قطره 2.5 في كل دور، فده اسمه فيرتيكال ستاند باي. طيب بروح للصاعد ده بقول الصاعد ده هيحتاج فلوريت عشان هو فيرتيكال 500 جي بي ام. طيب لو الصاعد ده بقى هوريزونتال، يعني بيغذي اكتر من محبس في نفس الدور، هيبقى 750 جي بي ام. فبالتالي انا بعمل الاتي، بروح لابعد ستاند بايب، بروح في ابعد ستاند بايب لابعد محبسين، لان كل محبس 2.5 بيطلع 250. في الحاله دي لو عندي فيرتيكال
ففي الحاله دي انا عاوز 500، فمحتاج ال 500 سواء 250 اللي هو قيمه المحبس الواحد بيطلع 250، فانا احتاج هنا اثنين. يبقى انا هصمم على ابعد اثنين، ابعد محبسين في ابعد ستاند باي، ده لو فيرتيكال. لو هوريزونتال يبقى هصمم على ابعد ثلاثه. ده رقم واحد. ستيبس رقم اثنين، بروح اصمم على ابعد ستاند باي، بروح ارجع تاني بالراجع. المفروض في الهيدروكو لوكيشن برجع بالراجع للنقطه بتاعت التغذيه. وانا راجع بضيف معايا كل ستاند باي عندي في المكان. يعني لو عندي ده، المكان ده عباره عن مجموعه مباني، ده مبنى واحد، مبنى اثنين، مبنى ثلاثه، مبنى اربعه، مبنى خمسه، كل مبنى بيغذيه ستاند باي واحد. وانا راجع ببدا اضيف كل ما قابل ستاند باي بضيفه كده. ف القيمه دي بتتحدد على بناء عليه على مساحه الدور للمبنى للاديشنال ستاند باي. يعني الستاند باي رقم اثنين ده للمبنى رقم اثنين، لو مساحه الدور فيه اقل من 7400 متر سكوير، تمام، بضيفه كقيمه 250 جي بي ام. طب لو مساحته، لو مساحته اكبر من 7400 جي بي ام، 7400 متر سكوير، بضيفه قيمته ل 500 جي بي ام. فلو انا عندي المبنى ده اقل من 7400 فهضيفه 250. انا هبقى هفضل عامل هنا، هضيف هنا 250، 250، او 250 لو مساحه الدور فيه اقل من 7400 متر سكوير، تمام. طب هفضل اضيف، يعني لو عندي مثلا مجموعه مباني مثلا 20 مبنى بيتغذى من نقطة بلدية واحدة أو من بام روم، هفضل أضيف ال 20 ستاند بايب ده، هيبقى عندي كمية فلو كتير. ده صح. لما ترجع لل ان بي اي 14 في الفقرة 7 10 1 1 5، يقول لك أنت هتضيف لغاية ما يبقى في عندك حاجة اسمها ماكسيموم فلوريت، يعني في فلوريت مش هتتعداه. طب الفلوريد ده، الماكسيم فلوريد ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على طبيعه المبنى. طبيعه المبنى سواء سبرينكلر او نون سبرينكلر. فلو مباني كانت سبرينكلر بيلدينج هفضل اضيف لغايه ما يبقى الماكسيم فلوريد 1000 جي بي ام. يعني هنا لو انا نفترض ان ده سبرينكلر والمبنى ده سبرينكلر، فانا هنا هضيف ده 250 وهنا 250 وهجمع هنا ده 500، 250، 250 هنا 1000، هقف لغايه هنا. اي ستاند بايب بعد كده مش هضيف، اي ستاند بايب بعد كده مش هضيف، يعني الفلو ريت اللي هيبقى ماشي في الماسوره دي هحسبه على ان هو 1000. طيب لو المباني دي نون سبرينكلر بضيفها لغايه ما توصل ل 1250. ففي الحاله دي انا هنا عرفت ازاي احسب الفلو ريت بتاعت الستاند بايب في حاله ان هو كلاس 1 او كلاس 3. طيب بالنسبه لكلاس 2 اللي هو الصاعد اللي بيغذي محابس قطرها بوصه او بوصه ونص، الفلوريد بيبقى قيمته كام؟ طبقا لل ان بي 14 في 7 10 2 قال لك قيمه الفلوريد بيبقى 100 جي بي ام لاي عدد من الصناديق. يعني انا عندي الصاعد ده بيغذي 100 فالف واحد ونص، هيبقى قيمه الصاعد ده بس 100 جي بي ام. احنا هنا اتكلمنا على الفلوريت طبقا لل ان بي 14 سواء في كلاس 2 سواء في كلاس 1 او 3. اشكركم والى اللقاء في فيديو اخر.